السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي مستمر في جولته على المسؤولين لحصر قضية جورج عبدالله ومحاصرتها، فالتقى وزير الداخلية مروان شربل الذي أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح والمراكز الثقافية الفرنسية. في المقابل عائلة جورج وأصدقائه ورفاقه أكدوا من مكان اعتصامهم قبالة السفارة الفرنسية استمرار التحرك إلى حين تحرير رفيقهم. سبت هناك اعتصام أهلي أمام القوات الفرنسية العاملة في اليونيفيل في قلواي على أن يتم التجمع في قرية صريفة الساعة 3 بعد الظهر. السبت أيضا غدا تنظم هيئات من المجتمع المدني العكاري اعتصاما في ساحة حلبة مركز محافظة عكار الساعة 4 عصرا. وقد زار خيمة الاعتصام وفد من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية. تحركات الحملة مستمرة للمطالبة بإطلاق عبد الله. فماذا تتطلب عودة جورج إلى الحرية؟